السلام عليكم خالتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خاوتي انا كي ندخل للسناكة ونلقى البيض القشور تاع البيض طايحة في الارض، ها شوف هاي النمال دايرة بها، هاي النمال دايرة بها. كي ندخل للسناكة ونلقى القشور تاع البيض طايحة في الارض، نعرف باللي كاين عشة وفقس، ويفقسوا كله مع بعضهم. شوف الله يبارك فيش خدمهم بالبيض البلاستيكي. هاي القشرة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة. اسكا وين الخيط؟ وينها خيط؟ تجي ديريكت هنايا. شوف تجي ملكوه اللي ملهيه، ملكوه اللي ملهيه، تجي ترمي هنايا زعما تموه، زعما تموه ترمي هنايا وتروح ترمي قدام العش تاع اختها. شوف هاو العش تاع اختها وين مازال فيها، هاو مازال فيها البيض، ونعرف البيض على اللي كولر تاعو ترموها لي فمال عشرتهم ومن هنا نعرف حتى الكولر عابالي به وش من عشها. دوك نروح له ديرك اسم اللي فمال ما يحطش البيض، كل واحدة تحط البيض كي البيض تاعها كل واحد كيفاه يجي، كل فمال والشكل تاع البيض تاعها ما يجيب الشكل واحد. موش هذا العش، ها نرممو هذاك على بالي بلي هذاك غارانتي. بسم الله بسم الله، هاي طارت. ما كانش قشور هنا نرمو، ما كانش قشور هنا، هذه مازالت محضنة، هذه مش هذه اخاتي، هذه غارانتي. اصبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا فيه خمس بيضات نرمو، دوك نلقى نفقصو في ضربة واحدة. الله يبارك ما شاء الله، هم وكلتهم الله يبارك ماكلينا، ها ماكلين البيضة خاوتي. شوفوا الناس اللي يقول لك هاي والله صرات بالصدفة، هاي الحويسي لا معمرة بيض، هام كي غير وين فقصوا، هذه أول صبحة تاعهم فقصوا فيها. هاي هواري يا مصطفى اللي تقول لي ما توكلش، توكل في النهار الثالث، كاين فمالات يوكلوا من اللحظة الأولى يا مصطفى، هاو الدليل. هاي الحويسي لا فيها البيض، ها والفرخ كي يكون بون سونتي ويخرج بون سونتي ويخرج ديريكت يحل في فمه، ها ويحل في فمه، ها الله يبارك. واللي يشوف قول الله يبارك اخوتي، العين حق. فرخ كي يكون بصحة جيدة يخرج ديريكت قوي يحل في فمه، ها هاي موكلاته. هسا انا شو يهز راسه، شو ها هز راسك هز راسك، كي شو كي يكون ماكل ها وماكلها. هذا تلقاه فقس، هو الاول اللي فقس الاول توكلوها. شفتوا فوائد تاع البيض البلاستيكي؟ فقصوا كامل في لحظه واحده ويطلعوا كامل بيان بون طاي. هذه هي خوتي، انا كي ندخل ونشوف القشور في الارض نعرف باللي كاين عش فقس. الله يبارك ما شاء الله، كيما هذاك اللي يحل في فمه هذا وين مفقس باينه، مازال حتى مشمخ الريش تاعو مازال مشمخ، وهذاك اللي ماكل باين هو اللي فقس الاول وكلاتوها. ما شاء الله ما شاء الله، حتى القشور السما مازال فيهم الدم كي لقيتهم في الارض، هذا باين مفقس غير درك. شوف هاي النمال اخوتي، شوف شوف النمال متطفلين، بصح تعدي قدام العش وما تقيسهمش، الله فما السما تلقاها كركة عليها ما الله يبارك ردهم. شتا هواري، هذا الديديكاس ليك هواري، هاو الدليل هواري، كي غير وانا مفقسين وماكلين نورمال، هاو الدليل بالصوت والصورة. وهذه هي خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعاونوا القناة اللي مش مأبوني أبوني، واللي مأبوني عاون بتعليق وإعجاب وخلي تطلع القناة، القناة هذه تاعكم خوتي، وكيما راني ما نبخلش عليكم، ثم ثاني ما تبخلوش علينا. والسلام عليكم.